بيت الفرح هو عنوان المبادرة الاجتماعية اللي ابتكرتها الإعلامية السورية ريما خربيط، التي وضعت فيها المشاركة جهود كبيرة لتفعيلها على أرض الواقع في برنامج الملكة. نعم، لحتى تساهم بتكوين نفسية أطفال سوريا وأيضا برؤية إنسانية نبيلة كي يكون لكل طفل العالم تحت عنوان أطفال من الشقاء إلى السعادة. لنتوسع أكثر ونحكي عن هذه المبادرة بصيرنا نرحب بالاستديو بالإعلامية ريما خربيط. صباح الخير. صباح الخير، سعد يسعد صباحك، أهلا صباحكم. وسهلا فيكي. صباحكم خير مثل الخير اللي عم نشوفه اليوم، إن شاء الله يا رب كل يوم. إن شاء الله. يسعد صباحي. يسعد بالبداية صباح. خلينا نحكي يمكن عن هي المبادرة ومن عنوانها يعني الفرح، خلينا نحكي شو هي المبادرة، ويمكن في تنافس في مبادرات كثيرة مشاركة بالبرنامج. قبل ما احكي لكم عن البرنامج بدي احكي لك عن بيت الفرح. عن المبادرة أنا بيت الفرح هو تحت شعار اطفال من الشقاء الى السعادة. بيت الفرح مبادرة انطلقنا فيها من 6 شهور تقريبا. هي المبادرة متوجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، الاطفال العاديين، اطفال الايتام، اطفال ذوي الشهداء، لكل الاطفال، حتى الاطفال اللي بنشوفهم نحن انه هن عايشين برفاهية نوعا ما، بيبينوا للناس انه هن ما عندهم اي مشاكل، ولكن هدول الاطفال كمان عندهم مشاكل معينه. نحن عم نساهم بانه نحل هي المشاكل، عم نساهم انه نحن نتوجه لكل شرائح الاطفال لحتى ننقل اطفالنا يعني. من واقع الى واقع اخر من خلال مجموعه من الفعاليات. اول شيء بلشنا بايام الفرح اللي هي فان ديز، عملنا 17 يوم فرح شمل جميع المحافظات السوريه. انطلقنا من محافظه حماه، بعدين منطقه السلمية، بعدين طرطوس، بعدين سويدا، هيك والشام كمان. يعني بالشام سوينا أكثر من 7 مبادرات تقريباً أو 7 أيام فرح. من خلال هذا اليوم كنا نعمل مجموعة من النشاطات للأطفال، مسرح عرائس، مسرح عادي، ناخد مهرج، نعمل لهم هيك يوم كله فرح وضحك، ونعمل دعم نفسي لهدول الأطفال. نقدر نعرف من خلال هذا اليوم كمان أنه خاصة أنه نحن معنا ببيت الفرح مجموعة من المختصين، كنا نعرف أنه شو هذا الطفل عنده مشاكل، شو بنقدر نحن أنه نساعده، ولو أنه هو مثل ما بنشوف أنه يمكن هو عايش ضمن بيئة حاضني لإله، وصعب يترجم شعوره، أو ويمكن صعب يترجم شعوره صعب الطفل، كتير أو صعب، صعب كتير يترجم على الطفل. المشكلة إن كانت نفسية أو أي مشكلة ليعبر عنها من خلال. صعب كتير على الطفل إنه يترجم شعوره، خاصة وقت بيشوفك أنت جاي تفرحيه أو تلعبيه. أنت ما بتشوفي على وش الطفل غير البسمة، هون أنت بتحسي كمتلقية إنه هذا الطفل مبسوط وسعيد، مبسوط وسعيد بوجودك معه، وأنت عم تقدمي له هذا الفرح. بنهاية اليوم كنا نقدم كمان هدايا، ألعاب، وزعنا ثياب بالعيد، عملنا حملة برمضان هي حملة إفطار توجهنا لأهالي الأطفال. يعني من خلال وجودنا مع الأطفال نحن قدرنا نتواصل مع أهاليهم. أهاليهم أغلب هدول الأهالي هني بيعانوا من حالات الفقر، بيعانوا من حالات الهجرة من مكان إلى مكان نتيجة الظروف اللي مرينا فيها. نحن حاولنا أنه نعمل لهم حملة إفطار رمضانية. يعني بلشنا نحن بأنه نحن نقدم شيء، نقدم المعونة بشكل مباشر. بعدين بعد ما خلصنا هي الحملة وعملنا كمان حملة عيدك علينا بيوم عيد الفطر السعيد قبل بيوم طبعا، ووزعنا ثياب العيد والهدايا للأطفال، وعملنا لهم 3 أيام كمان أيام فرح ضمن العيد، ووزعنا عيديات. هيك من خلال الفعالية كانت كتير حلوة إنه نحن حطينا العيدية بكيس وتوزعنا يعني بالشوارع. صاروا الاولاد يجوا ياخذوا العيديه من قلب الكيس شو ما طلع لهم. معلش. حلو. خلينا لكان نروح ونشوف برومو لا يمكن هي المبادرات او لا هي الاعمال مع بعض ونرجع. Thank you.
أكيد بدنا نحكي يمكن عن المبادرات والنشاطات اللي قمت فيها وشاركتي فيها وكان في إلى إنجاز على أرض الواقع. اليوم يمكن سوريا بتعيش بظروف صعبة أو ظروف استثنائية، المتأثر الأكبر يمكن طفلنا اليوم، فلما نقيم هيك مبادرة قديش فعلا في مجهود كتير كبير عليكم، خصوصا مثل ما قلنا بالسؤال السابق أنه صعب الطفل يترجم شعوره. يعني أنتوا عم تعملوا مبادرات لإسعاد الأطفال ونوعا ما في دعم نفسي، الدعم النفسي كيف عم يكون؟ أنا لا أقدر يمكن خرج من الطفل هي المشاعر أو هي المشاكل الموجودة عنده. هلأ في مجموعة من النشاطات، في تمارين ممكن نحن نساويها ضمن أيام الفرح. هلأ كتير من الناس حضرتك بيعملوا مبادرات تتعلق بالأطفال، عندهم فكرة بس مو قادرين أنه يترجموا هي الفكرة صح على أرض الواقع، وإذا عملوها يعني للأسف أحياناً بتكون مبادرة فاشلة، لأنه اللي مقدمين هي الفكرة أو اللي عم يحاولوا يعملوها ما عم تتوفر لهم جميع السبل والطرق أنه هن يعني يقوموا بالمبادرة مثل هن مفكرين. نحن الحمد لله يعني في عنا ببيت الفرح مجموعة من المختصين ضمن النشاطات، هذا الشيء يمكن نحن شوي عم يساعدنا بانه نحن نعمل نشاطات ضمن ايام الفرح اللي هي ان اكتيف ليرنينج اللي هو التعليم النشط. من خلال هي التمارين انت بتقدري تكتشفي الطفل اللي عنده احتياجات، اللي عنده متطلبات مثل ما ذكرتي حضرتك هو ما قادر يعبر عنها. نحن بنقدر انه نترجم هذا المطلب من خلال النتائج اللي عم تجي من يعني مجموعة من نشاطات التعليم النشط. كمان بدي أذكر شغلة إنه نحن عملنا مجموعة من المشاريع الصغيرة، هي المشاريع الصغيرة اللي راح تعود بالربح على وحاليا عم تعود بالربح على مجموعة من أهالي الأطفال. يعني نحن بلشنا إنه نحن نعطي المعونة بشكل مباشر، ولكن نحن يعني عم نقول وقلنا لحالنا إنه بدل ما تعطيني سمكة كل يوم علمني كيف صيد. فنحن عندنا مجموعة من الأهالي أكثر من 300 عائلة من خلال نشاطاتنا قدرنا نوصل لهم، وقدرنا أنه نحن نأمن حالياً لتسع عائلات مشاريع صغيرة. هي عبارة عن محل صغير، يعني نستأجر هذا المحل لمدة سنة ومنحط بضاعة بهذا المحل، والأهل هذا الطفل هن المسؤولين بقى من الاستفادة والربح وتدوير هذا الربح حتى يكفوا بهذا المشروع. وفينا نسمي هذا المشروع واحد من مشاريع التنمية المستدامة إن شاء الله، لأنه الحمد لله هلأ شغالين دائماً بيتواصلوا معي وبيقولوا لي هيك أخبار حلوة كتير أنه عم يبيعوا ويشتغلوا، ونحن حاطين هدف إن شاء الله أنه نوصل ل 300 عائلة. بأنه نحن المتابعة المستمرة هي أهم نقطة بالمشاريع، يمكن المتابعة لازم تكون مستمرة من أول خطوة. ونحن لأنه هلأ فريق بلشنا ب 11 شخص، هلأ وصلنا لتقريبا 50 شخص بكل محافظة، ففي عنا أشخاص دائما متابعين لهي المشاريع. والمشاريع نحن اللي نفذناها بكمان 5 محافظات، يعني إن شاء الله رح نوصل لكل المحافظات السورية، هذا هدفنا، لكل حدا محتاج، لكل طفل محتاج. لسه عنا المشروع الأكبر اللي هو حيساهم بتأمين فرص عمل لـ30 عائلة أو لـ30 فرد من أفراد العائلة اللي هني عندهم أطفال، وهدول الأطفال لازم يعيشوا عيشة صح، لازم نأمن لهم ولو انه حياه ماديه جيده مبدئيا. نعم ريما، اكيد بكل يمكن فخر، نحن فخورين بيمكن مهارات السيده السوريه على ارض الواقع يلي اكيد بتتجسد من حضرتك ومشاركتك ببرنامج الملكه وتاهلك يمكن للمرحله الثانيه دخولك هي المملكه. اكيد يمكن من شغلك، من تعبك، من ايمانك بوطنك وباطفال وطنك، من يمكن كل حدا بيقدم اكيد لازم يعطي أكثر ولازم يأخذ ويتكرم، إما من خلال برامج أو يشوفوا كل العالم. رسالتك يمكن كتير حلوة ونحن فخورين فيها. تسلمي. رسالتك أكيد وصلت. ريما كتير بدنا نشكرك. تسلمي يا رب. شكرا لك أنت وكل فريقك. تسلمي يا رب. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم بهي المبادرات واهتمامكم بالمرأة السورية بشكل عام. أكيد بدنا نشكرك ونتمنى التوفيق لكل العاملين معك بالمبادرة، وإن شاء الله نستضيفك تكوني متقدمة بالمراحل القادمة. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لك.